تستنفر مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث كافة كوادرها لتكون على أتم الاستعداد لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وفق نظام مناوبات للكادر الطبي والتمريضي يضمن استمرار العمل بالشكل الأمثل، وخاصة استقبال الحالات الإسعافية بالإضافة للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا. رفعنا تجهيزيتنا 100% من حيث الكوادر الطبية والكوادر التمريضية وأيضا الكوادر الفنية الشواعية والمخبرية وغرف العمليات الإسعافية بما فيها غرف العمليات النسائية للولادة الطبيعية أو الولادة الطارئة أو القيصرية. أضف إلى ذلك قسم العمليات، قسم العناية العامة وأقسام الأشعة وقسم غسيل الكلية اللي شغلت أيضا بفترة العيد بشكل إسعافي عمداء 24 ساعة. مع كل أقسامنا اللي هي مستنفية لفترة العيد، أيضا في عنا قسم العزل اللي هو قسم للحالات المشتبهة بالإصابة بفيروس كورونا. في استنفار تام لجميع الأقسام وخاصة قسم الإسعاف لاستقبال جميع الحالات الإسعافية خلال أيام العيد، وتم وضع البرنامج كامل لجميع الكوادر من الأطباء المقيمين والتمريض والعمال. قمنا بتأمين كافة التجهيزات من برامج للكادر التمريضي والطبي بحيث أنه دائما للاستعدادات للعيد ولأي طارئ. كمان قمنا بتوسيع قسم العزل، ضفنا عدد من الأسرة والأجهزة والأدوات، وقمنا بتأمين كافة المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات. وتتابع إدارة مشفى الشهيد ممدوح أباظة تقديم الخدمات المقدمة لقسم العزل أيضا، وتتخذ كافة إجراءات التعقيم والوقاية بالإضافة لجاهزية منظومة الإسعاف لتلبية احتياجات المواطنين فور الاتصال بهم.